تغيير شبكة الإنترنت اللاسلكي أو تعديل بياناتها. إذا تم تغيير كلمة المرور أو اسم الشبكة التي تقوم بالاتصال بها، لابد من تغيير تلك البيانات أيضاً على جهازك حتى يتم الاتصال. لذلك يمكن تغيير تلك البيانات أو تغيير الشبكة كالتالي: من خلال النافذة الرئيسية، وجه المؤشر في الشريط السفلي إلى أيقونة Setting، ثم اضغط OK للدخول إلى قسم الضبط. أدخل كلمة المرور الخاصة بقسم الضبط، وإذا كنت لم تقم بضبط كلمة المرور، أدخل الافتراضية، وهي عبارة عن 0000، أي 4 أصفار. ثم وجه المؤشر إلى كلمة Submit، واضغط OK. تأكد من أن المؤشر في القائمة اليسرى على كلمة Network، ووجه إلى القائمة اليمنى إلى Wi-Fi، ثم اضغط OK. تعرض نافذة Wi-Fi Network وبها قائمة بأسماء شبكات الإنترنت اللاسلكي المتوفرة. اختار واحدة منها ووجه المؤشر إليها واضغط OK. تعرض نافذة من خلالها يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة. وجه المؤشر إلى أيقونة Submit، ثم اضغط OK ليتم الاتصال. تعرض الواجهة الرئيسية دليل على نجاح الاتصال بالشبكة اللاسلكية.